سيمدو السلام عليكم الاسم دي زكريان هم سيمدو بدا يقوم بألعب كيوة لعب في 33 صاحب ذهبية سيمدو توبيو ومعكم كياسة أولم بي كانت بداية دي سيمدو هي 2004 تحت لألعب كيوة تحت أصلي هنا 2018 تجند سميدو بداية دي صعبة سوية تعرف على مدرب دي بقينا حدامين بما كيحصل الإشارة في التواجد مع البطل ديالنا الأولمبي سي زكريا الدرهم اللي حمرنا الوجه واللي فرح الشعب المغربي اللي احنا في ذلك الوقت كنا كنتصادروا على العداء المغاربة يفوزوا بالالعاب بشي احد ميداليات الالعاب الاولمبيه ولكن مع الاسف حصلوا على ميداليه وحده عن طريق سفيان البقالي. نيجيو الرياضيين ديالنا ذوي الاحتياجات الخاصه فرحونا كثير وكثير ومن بين هاد العدائين سي زكريا الدرهم اللي حصل لي الشرف انني ندربه في 2012 انا ذاك كان في مدينه فاس والتحق مدينه طنجه وكما كتعرفوا في جميع الابطال كيحتاجوا لونيس فما يمكنش اي بطل انه يتريني بوحده فتواضع معنا وجا فتش علينا وجبر عندي عدائين في المستوى في ميدان السرعة وكنت شابر جمعية البحر الأبيض المتوسط فحصل لي الشرف أنني ندربه في واحد سنتين وكان قال لي أنه يرجع بطل إن شاء الله إما عالمي ولا أولمبي سايقنا بزاف ديال البطولات العالمية أهمها سيمدو ملتقى تونس سيمدو زاد زائحة كورونا توقفنا بسبب عرض صحي بقينا على الدورة سوري أنا مدرب لي مع الهاتف هو سيمدو التواصل الزماعي بقينا تقنت ليني وقعدي وحقنت سويدي الصعوبات اللي منذ بداية ديال هذا العام تحدنا زميعة أمريكية اللي منذ محاسكات بقينا حدامين أنا طيب لينا سايقنا بزاف ديال البطولات اللي منذ بزاف ديال ملتقيات عالمية سايقنا اللي منذ ملتقيات تونس اللي منذ زبد تأهل ديال الأولمبيات ومعكم قياس لإفريقيا أصابي من مول ألك تونس بقى هدف دينا هو إذا هي دامية يوم بيت بقينا أحد دامين سوية وحق كانوا بزاد دي صعوبة ما كانوا صعدنا إمكانيات تكون تقنطيني المعدات بسيطة سينا سميتو طوكيو وحقا عندنا تخوف ديال عدم المشاركة بسبب زائحة كورونا سايقنا تكنو عن منافسين قويين تكن زائحة سميتو بدل لأولمبي سابقا وكواتي ونوسيقا تهو بدل عالمي دولة تعلم تعليم مكابين زمدو ميدالية دائمية هو اكلك مكياس أولمبي رغم الظروف الصعبة اللي عانا سي زكريا بكل صراحة عانا كتير وكتير فلما شفته كان كيبكي في التتويج فانا عرفت واش كان كيبكي فانا كثير واي بطل راه كيعرف الهضره ديالي اللي كنقولها اش كتسوى يعني المعاناه اي بطل راه ماشي اجي وفوز بميداليه بطولات العالم او الالعاب الاولمبيه فهي صعيبه وصعيبه بزاف تكن هدي الميداليه صاحب ذلك محمد صالح والصعب معيبي تكن زميعه امريكيه وتكنسك مدربي الناس عاونوني الناس عاونوني ساعدوني
سمد الدموع داي سمد الدموع مستقبلية هذا بدي هو لا ديم بداية دابية زي ما تبودوا عام 2002 حسين. فهو أعطى عبرة لجميع العدائين اللي عندهم أهداف معينة سواء بطولة العالم أو الألعاب الأولمبية أنه ما يفشلوا شيء ويستمروا في الهدف ديالهم رغم الظروف الصعبة اللي كان عانيوها في بلادنا العزيزة. وكنشكر جميع الملاكين المغربية اللي أعطت الاهتمام ديالها من هذه الفئة وكنشكرهم جزيل الشكر. كنشكر كذلك المدرب اللي كيشرف على التدريب سي زكريا الدرام وكذلك المدربين الاخرين اللي كيشرفوا على التدريب جميع العدائين ذوي الاحتياجات الخاصه عفوا. وكنتمنى التوفيق للجميع ولما لا الفوز المزيد من الميداليات. وانا متاكد سي زكريا الدرام ان شاء الله في المشاركه ديال بطوله العالم القادمه انه غادي يقدم الشيء الكثير ويحطم الرقم القياسي العالمي ان شاء الله لما لا. الاسم الهدف الثاني هو هو تأهل إلى الأولمبية بايز 2002 سعادة بإذن الله. هو دي دابي هو لكن قياس الأولمبية سعادة سمدو يسعادة دي إلى سؤولين سمدو بوصول سمدو تانزا سعادة سمدو يدين كين سمدو مواهب تكين الناس عندهم اهداف ساعدهم سمدو مدين وهو على وين بالخصوص اليدين المواقف. ما تنساش الاشتراك في قناة المنصة وتفعيل الجرس باش يوصلك كل جديد. بارتاجي الفيديو إلى عجبك ودير جيم. نتلاقاو في خبر آخر ديما على قناتكم المنصة.